خير اللهم اجعله خير. حدش من العيال جم؟ طمني يعني. ايه يا اسطى؟ معلم دوكش خش ياض. اهلا وسهلا. عامل ايه يا معلم؟ الحمد لله. اقعد اقعد اقعد. طمني عملتوا ايه؟ كله تمام يا معلم. دبحتوا؟ كله تمام. خزنتوا كله في الثلاجات؟ كله وجع يا معلم. دبحتوا جاموسي ولا بقري؟ بقري يا معلم. سكان برضه يلزمها حتتين جاموسي بتؤمر بيها يا معلم عشان يبقى خليط لحم جاموسي على بقري، تبقى الدنيا ماشيه. وسع رزقك يا معلم. زي ما انت عارف يا دوكش. استنى بقى، مش بقول لك المعلم سلطان بيرن شكله عاوز بضاعه. اه معلم سلطان. ايوه ان شاء الله على ميعادنا باذن الله يوم الوقفه اسلمك البضاعه. تمام يا كبير. هبعت لك الواد الدوكش تديله الفلوس يديك البضاعه. هتعوز كام كيلو لا مؤاخذه؟ ماشي يا معلم. ليلتك سعيده. بص يا واد اومر يا معلم، هتروح للمعلم سلطان تديله 5 كيلو جاموسي و4 كيلو بقري و2 كندوس. اللي انت شايفه يا معلم. هيديك الفلوس تجيبها وتجيلي على هنا، وبالمره تروح تطمن لي على التلاجات وتتاكد من التكييس كويس. ماشي. وجب يا معلم. طير انت حمامه. بعد اذنك يا معلم. بعد اذنك يا سيد المعلمين. وماله داخل علينا عيد، وخلي الغلابه تاكل.